هلو، ويلكم باك تو ماي شانل. انا اليوم راح اعمل هاي اللوك مع زينة. هلا شفت هاي اللوك على الانستغرام وعملها واحد ميك اب ارتست اسمه باتريك على تايلور هيل، هي موديل، فكتير كان جاي على بالي اعمل هذا اللوك وعملت. كمويسترايزر راح اخذ الجلام جلو جلو ستارتر بيجا الومينيتنج مويسترايزر باللون نود جلو. هاد بعطي لمعة على الوجه يعني كانه هايلايتر بس مخلوط مع مويسترايزر، وريحته كتير كتير حلوة والإفكت كتير حلو. بعدين عشان المسامات رح أخذ سماش بوكس فوتو فينيش فانديشن برايمر بالبور مينيمايزينج، فبس رح حطه وين في مسامات على التي زون، فما رح حطه على الخدود. كفانديشن رح أخذ أفضل فانديشن عندي، هو الميك اب فور إيفر ألترا إتش دي فانديشن ستيك، وهذا باللون Y365. بعدين رح اخذ ال YSL 2 شيكلان نيوتراليزر، هدول جداد بالكولر كوركتر رقم 1، فبيجي لونه بيتش، فهاد بيغطي السواد تحت العين قبل ما تحطه كونسيلر، ورح ادمجه بنفس الفانديشن برش اللي استعملتها. بعدين رح اخذ كمان من افضل كونسيلرز عندي، هاد من كيفن اكوان اسمه The Sensual Skin Enhancer بالرقم SX05. بعدين هاد الكونسيلر بدكم منه كمية كتير كتير بسيطة عشان التغطية فل، عن جد فل فل كوفرج. انا بحب استعمله بايدي بس رح احط شوي على البرش، وبعدين رح ادمجه بايدي والبرش. عم بستعمل درجة افتح من بشرتها عشان يفتح كتير تحت العين، وهلا بتشوفوا كيف عن جد التغطية فول كوفرج بس بطريقة كتير حلوة عشانه كريم. وعشانه كريم دغري رح اثبت البرودكت بباودر، وهذا الميك اب فور ايفر الترا اتش دي المايكرو فينيشينج لوس باودر، باخذ كمية كتير خفيفة بفلافي برش، ورح اثبت وين ما حطيت الكونسيلر. ورح اعيد اللي عملته على العين التانية. كبرونزر كونتور، مش كتير كونتور، اكتر برونزر، رح اخذ البنفيت هولا كويكي كونتور ستيك، كتير بحب هذا البرودكت، مندمج بطريقة كتير سهلة. وكمان نفس الفانديشن برش رح ادمج كل شي فيها. هلا انا انصرعت شوي بالباودر، استعملت 3 بهالفيديو بس عن جد مش ضروري، بس لاحظت بس خلصت هذا الـ Urban Decay The Illuminizer Translucent Pressed Beauty Powder، وبعطي تقريبا زي هايلايت بس بطريقة كتير خفيفة، يعني بتقدر تستعملوه على كل الوجه، بس سنس أنا يعني حطيت هايلايتر فوقك يعني كانت هاي الستيب مش كتير ضرورية. وبعدين رح أخذ الـ RCMA Powder، هذا الـ No Color Powder اللي دائما بستعمله ودائما بعمل فيه بيكينج إذا بدي، رح أثبت المناطق الثانية ببيوتي بلندر وكمية كتير خفيفة. بعدين رح أزود الكمية ورح أعمل هايلايت، فرح أحطه تحت وين عملت الكونتور وتحت العيون إذا وقع أي آي شادو، بس طلع إنه ما وقع أي آي شادو مش ضروري هالستاد. بعدين كبرونزر رح أخذ المارك جيكوبز أوميجا برونز باللون 104 تانتاستيك، رح أحطه فوق المناطق اللي عملت فيها كونتورينج وبرونزينج بالبنفيت ستيك، وكمان بنفس الطريقة بشيل منها الباودر اللي زاد. بعدين كبلاش رح اخذ البنفيت كوراليستا، هاد طلع مش بلاش، طلع بلاش هايلايتر او هايلايتر بلاش بيعرفني، بس وانا عم بحطه يعني بين اكتر هايلايت بس فيه شوية بلاش، ادونه غريب،
بس I like it. عشان احضر شفايف للليب لاينر واللبسك رح استعمل جلام جلو بلومب ريجس مات ليب تريتمنت. هذا بيحرق شوي وبكبر الشفايف. Let's see. كبرايمر رح اخذ التو فيس شادو انشورنس رح احطه على الجفن. الحواجب بدي احاول افتحهم شوي واتخنهم فرح استعمل ميك اب فور ايفر تنتد براو جل. لا هذا اسمه براو جل, براو جل تنتد جرومر باللون 25 واللون 15. بعدين رح استعمل النابلة براو ديفاين باللون نبتون وجوبيتر. رح ابلش ارسم بين الفراغات عشان اتخن الحاجب شوي, ورح انهي الحاجب بالميك اب فور ايفر براو جل بافتح لون هو اللون 15. اوكي هلا للعيون رح استعمل مارك جيكوبز هايلاينر مات جل اي كريون, هدول كتير بحبهم. هذا باللون بوبولر اللي بيجي لونه بينك. رح احطه كله على الجفن كبيس. هلا هاد بس ينشف عن جد ما بتحرك, فعلى السريع ادمجوا الاطراف اذا بدكم. ورح احط اللون تحت العين كمان وازود شوي على الطرف وادمج. هلا الاي شادو باليت الاساسيه اللي رح استعملها هي من لايم كرايم وهي الفينوس اي شادو باليت, وزي ما بتشوفوا الالوان يعني كتير مناسبه لللوك. رح ابلش بالاحمر الغامق اسمه ميوز ورح احطه بالكريس. رح استعمل هذا اللون اللي بيجي على كورال فاقع شوي اسمه ريبيرث, رح احطه على الجفن بالنص. واي شيء زاد على البرش رح ادمج الاطراف. وهلا عشان اغمق اللوك شوي, ما رح اغمقها كتير يعني بهذا اللون, بس هذا الكات فون دي لوليتا اي شادو ان بلش كتير كان جاي على بالي استعمل هذا الاي شادو وهلا اخيرا استعملته. وبنفس اللون لوليتا رح احطه تحت العين. بعدين رح اخذ فرشاية نظيفة وادمج الاطراف كمان. كله دمج هذا التوتوريال يعني بضلكم يعني يجيبوا لكم شي خمس برشز وعادي يعني طبيعي. كل ما اطلع على الصورة بلاقي انه في شوية لون بني على رمادي, فاخذت اللون الغامق البني من الباليت اسمه ايكون وحطيته على الاطراف كمان ودمجت. وعشان زينة اللي عندها الجفن مش كتير محدد فغمقت اللون البني بالجفن. كسرت العين اي ثينك, هاي كسرت العين. anyway كسرت العين. ولماسكارا رح استعمل مارك جيكوبز فلفت نوار ماسكارا. وكلاشز رح استعمل السوزان لاشز بالنوع ايريس. سوزان بعثت لي هدول لاشز فشكرا كتير سوزان, وكتير كتير كتير حبيت اللاشز اللي بعثت لي اياهم, كتير طبيعيين ومعمولين كتير كتير مناح. عشان اغطي اللاش باند شوي رح استعمل واو باي وجوه سيجنتشر لاينر. اوكي كهالات رح ابلش بكريم والهيد ليكويد, وهذا المارك جيكوبز دو دروبس كوكونات جل هايلايتر. والحلو بهذا الهايلايتر انه بس تحطوه بس تدمجوه كل شيء بثبت يعني ما بتحرك ما بيضل كريمي. فحطيت شوي على ايدي وعم بستعمله بالبيوتي بلندر. رح اخذ فرشاية صغيرة ورح احط نفس الهايلايتر بدمعة العين. دمعة العين صح؟ عم بحاول. وكهايلايتر رح استعمل هذا الاي شادو من كيكو, وكتير سمعت انه الناس بستعملوه كهايلايتر وهذا باللون 208 ولونه كتير كتير حلو تقريبا نفس لون المارك جيكوبز هايلايتر. رح ازود زيادة هايلايتر يعني لللوك هاي. اوكي للليب لاينر رح استعمل الكات فون دي ايفرلاستنج ليب لاينر باللون بو ان ارو, هدول جداد كتير حلوين. ورح احدد شفايفها بطريقة طبيعية. وكلبسك رح استعمل السماش بوكس بي ليجندري ليبستيك باللون نود مود. وانا دائما بحب استعمل ليبستيك ببرش فعم بستعمل كونسيلر برش, وعم بحط شوية هايلايتر على الكتاف. راح اخلص اللوك بسيتنج سبراي, هاد من جلام جلو اسمه جلو سيتر ميك اب سيتنج سبراي. وهاي الفاينل لوك, ان شاء الله يكون عجبكم. ودونت فورجيت تو كومنت, اتركوا لي كومنت لايك سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوز بنزلهم.
بقرأ كل الكومنتس، بحاول أرد على كل الكومنتس، فشكرا كتير وبشوفكم بالنكس فيديو. باي.